الجزء الثالث من سيتي فور سيرجنز هنتكلم فيه عن الليفر، والحقيقه هنركز فيه على الاناتومي برضه مش على الباثولوجي دلوقتي، لان الاناتومي بتاع الليفر الحقيقه مختلف سيرجيكال اناتومي عن الاناتومي اللي احنا متعودين عليه. الاناتومي اللي احنا عارفينه الليفر شكله رافلي كده، وهنا في فالسفورم ليجامنت، ممكن يكون هنا جزء من جول بلادر، ولاقي الاي في سي تقريبا هنا كده. الحقيقة ده مش اناتومي حقيقي، وليه بقول كده؟ لان دوت الشكل اللي اول حد فتح بطن فيه وشاف الليفر، شاف المنظر ده وشاف تو لوبس او جزئين بينهم ليجامنت، فقال سمى دوت الليفت لوب وسمى ده الرايت لوب، لكن ده ما كانش على اساس البلاد سبلاي بتاع الليفر. والحقيقة هو يعني زي ما اللي ليه خلفية جراحية عارف ان الجراحة كلها معتمدة على البلاد سبلاي، عشان اشيل اورجان لازم اربط البلاد سبلاي بتاعه، عشان اعمل ترانسبلانت لازم يكون عارف البلاد سبلاي فين، وهكذا. الريسكشن دايما معتمد على البلاد سبلاي مش على الشكل الخارجي. الليفر من الحاجات اللي شكلها الخارجي خادع، ان بيبين بنفتكر ان ده الليفت لوب يبقى داخله الليفت بورتال فين وداخل هنا رايت بورتال فين، ده مش حقيقي. لو شفنا الصوره اللي بعديها هنلاقي ان البورتال فين ما بيحترمش الاناتومي ده خالص. هنا المنظر اللي احنا عارفينه ممكن يكون هو ده الفالسفورم اللي جامد مكانه هنا كده، لكن البورتال فين الليفت بورتال زي ما احنا شايفين ماشي كده، وده رايت بورتال، وبيبدا يغذي كل المنطقه دي على يمين وشمال الفالسفورم اللي جامد. عشان كده الجزء ده كمان يعتبر من الليفت لوب مش من الرايت لوب. اللي بيفصل الليفت والرايت لوب سيرجيكالي هو الاكسس بتاع الاي في سي مش الفالسفورم اللي جامد زي ما احنا متعودين الاناتومي. هنشوف منظر سكيماتيك الاول عشان نفرق بين السكشنز والسيجمنت المختلفه، وهنحاول بقى نشوف ايه سيجمنت 2 و3 و5 والارقام اللي احنا شايفينها دي. اول حاجه انا اتخيل ان دوت الليفر على بعضه، وهنا نرسم الاي في سي، هنرسم جزء منه بس اللي بيبان فوق الليفر، وهيطلع منه ثلاثه فينز، الليفت هيباتيك فين، الميدل هيباتيك فين، والرايت هيباتيك فين، وداخل من هنا البورتال فين، ومدي الليفت بورتال والرايت بورتال. تمام. الليفت بورتال والرايت بورتال هما اللي حددوا لنا كده ان ده اللي اسمه الليفت لوب وده اسمه الرايت لوب. الهيباتيك فينز بقى حددوا لنا حاجه ادق كمان، اللي هي السكشنز من ليفر. الليفت لوب بيتقسم لللاترال سكشن وميديال سيكشن، الرايت لوب بيتقسم لانتيريور سيكشن وبوستيريور سيكشن. لو عايزين نتخيلها اكتر نتخيل ان الليفر شكله عامل كده، حرف ال ده كده الليفت لوب، او نرسم بلون تاني، هنا ده الليفت لوب وده الرايت لوب، الليفت ده متقسم لاترال وميديال، و الرايت لوب متقسم لانتيريور وبوستيريور. بس احنا فاردين المنظر ده هنا عشان نتخيله اكتر، لكن ده المنظر اللي في البادي، ان ده بوستيريور وانتيريور هما دول الرايت او البالك بتاعه، وده الميديال واللاترال، وهنا الاي في سي تقريبا. طيب نشوف بقى، نرجع تاني لمنظر السكشنز دي، الليفت سكشن واللاترال سوري سكشن من الليفت لوب، والميديال سكشن من الليفت لوب. الليفت سكشن دي بتتقسم لسيجمنت 2 و 3، 2 فوق و 3 تحت. الميديال سكشن هي كلها اسمها سيجمنت 4، بس متقسمه ل 4 A و 4 B. ف 4 A دي هي موازيه ل 2 و 4 B موازيه ل 3 تقريبا. الانتيريور برضه بيتقسم بنفس الشكل من الرايت لوب، بيتقسم لسيجمنت الفوق سيجمنت 8 وتحت سيجمنت 5، والبوستيريو بيتقسم لسيجمنت 6 تحت و7 فوق. يبقى كل سيكشن بيتقسم لابر ولور او سوبيريور وانفيريور. وده يمكن لما نشوف بقى البورتال، الحقيقه برضه البورتال فين هو اللي قسمها لنا كده، لان لو عايزين نكمل مع البورتال كده، الليفت بورتال مثلا هيتقسم هنا ل ميديال ولاترال برانش.
اللاتر برانش اتقسم للسوبيريور وانفيريور، والميديال هيتقسم برضه الحقيقه للسوبيريور وانفيريور عشان سيجمنت اي وبي. وبعد كده هنا البورتال رايت هيدينا الانتيريور والبوستيريور، والانتيريور هيتقسم للسوبيريور وانفيريور، وبرضه البوستيريور هيتقسم للسوبيريور وانفيريور. عارف ان اللدغه التاريخ ديت زمانها ملخبطه الكلام، بس انا هتبقى فوق وتحت، بلاش سوبيريور وانفيريور دي. يبقى الرايت بورتال هيدينا قدام وورا، فوق وتحت وفوق وتحت، وبرضه نفس الحكايه الناحيه الثانيه. هنتنقل للرسمه اللي بعديها احسن بقى من الرسمه بتاعتي ديت، رسمه اناتومي حقيقي. هنلاقي زي ما قلنا بالظبط الليفت لوب الاناتوميكال هو سيجمنت 2 و 3، والجزء الفاضل منه هو سيجمنت 4، واللي فارق لنا الكلام هو الاي في سي. نمشي مع البورتال، البورتال باين تحت هنا اهو، والحقيقة ده باين بقى البورتال تريد كله بقى، البورتال فين والكومون بايل داكت والهيباتيك اوتري اللي بيضلوا ماشيين بنفس الكورس مع بعض، برانش من كل واحد منهم بيمشي في نفس الاتجاه. فنلاقي ان الليفت بورتال اهو ماشي، وده هنا الميديال سيجمنت واللاترال، وده سوبيريور وانفيريور زي ما احنا شايفين، وهنا برضو قدامنا انتيريور وبوستيريور، وده كل واحده ابر ولور، وهنا ابر ولور. طيب زي ما قلنا برضو رايت لوب متقسم لسيجمنت 8 5 7 7 و 6، واللي مقسم لنا السكشنز هم الهيباتيك فينز. فاضل سيجمنت 1، سيجمنت 1 اللي هي الكوديت لوب. الكوديت لوب الحقيقه بالنسبه للفينز بتدي في الاي في سي مباشره، بالنسبه للبورتال تريد غالبا بتدي يا اما بتاخد من الاثنين من الرايت والليفت بورتال والرايت والليفت بايل داكتس والهيباتيك ارتري، او ساعات بتاخد من البايفوركيشن نفسه. بالذات في البايل داكت ساعات بنشوف المنظر ده، نلاقي فيه الكوديك لوب واخده مديه بايل راديكال لوحده، او في البورتال فين او بالهيباتيك ارتري. ده فاريشن يعني في النورمال اناتومي. ده بقى التقسيمه دي هي اللي بتعمل لنا تقسيمه الجراحه كمان. يعني لو هشيل الجزء ده من الليفر اللي هو الاناتوميكال ليفت لوب بيبقى اسمه ليفت لاترال سكشنكتومي. لو هشيل ده، لو هشيل الليفت لوب كله او الليفت هيباتيكتومي بشيل من عند الاكسس بتاع الاي في سي. وبرضه هنا في انتيريو سكشنكتومي لو هشيل الجزء ده بس، وبوستيريو سكشنكتومي لو هشيل الجزء ده. طيب انا عايز امسح الشخبطه دي ونشوف بقى حاجه مفيده لينا في السيتي شويه، ان احنا هنعلم كل سيجمنت دول بحاجة. هنعلم كل حاجة من دول بحاجة هنشوفها في السيتي. يعني مثلا سيجمنت 8 هي الدوم بتاعت الليفر، الدوم كتاب بالماوس صعبة جدا حقيقة، يعني القبة بتاعت الليفر اول حاجة هتبان في السيتي بتبقى سيجمنت 8. طيب هنعلم سيجمنت 2 و 3 ان هما بالفالس فور، على شمال الفالس فور ليفت سوري ليفت تو الفالس فور. هنفرق 2 و 3 ازاي؟ هنفرقهم بظهور البورتال فين. اول ما البورتال فين يبان في الصوره يبقى احنا كده بدانا في سيجمنت 3. قبل ما البورتال فين يبان يبقى احنا في سيجمنت 2، بعديه يبقى احنا في سيجمنت 3. طيب هنعلم سيجمنت 5 كمان بانها الجول بلادر فوس، هي السيجمنت اللي فيها الجول بلادر سوري فوس، وزي ما احنا شايفين هنا الجول بلادر باينه جوه سيجمنت 5 تقريبا. هنعلم سيجمنت 6 و7. سيجمنت 6 اخر جزء بيبان في الليفر، سيجمنت 7 بتبان فوقيها شويه، سيجمنت 7 الاي في سي لازق فيها على طول، سيجمنت 6 لما الاي في سي يختفي. ادي برضه جزء نعلمها بيه. غير كده طبعا هنشوف في الكاتس الهيباتيك فينز لو شفناهم، لان مش كل الكاتس بتبان فيهم كده، بس لو شفنا منظر فيه الثلاثه هيباتيك فينز هنقدر نوضح السكشنز دي بشكل واضح قوي. انا هجيب دلوقتي صوره ايديال للسيتي، يمكن هي دي متاخده عشان تبين اصلا السيجمنت.
وبعد كده هنشوف سي تي عادي بقى زي اللي احنا بنشوفه ونحاول نطلع منه الضمانات. مثلا هنا سيجمنت 8 طبعا دي كاتس مش من الاول، دي كات باينه فيها كل الابر سيجمنتس اللي هم 2 و4 اي و8 و7، واللور سيجمنتس اللي هم 3 و4 بي و5 و6 لو فاكرين شكل الرسمه الاولانيه. طيب سيجمنت 2 اول حاجه باينه في الليفت لوب فالسفورم ليجمنت يكون تقريبا في الحته دي، باين هنا اكتر حتى الجزء بتاعه، وهنا يبقى ده كده ايه سيجمنت 2. باين هنا الحقيقه الهيباتيك فينز واضحه، ده الليفت هيباتيك، الميدل هيباتيك، الرايت هيباتيك، والاي في سي. مش دايما هنشوف المنظر ده الحقيقه في الـ في الـ في الهيباتيك في السي تي، بس لو شفناه يبقى اللي بعد الليفت هيباتيك هيكون سيجمنت 2، اللي بين الليفت والميدل سيجمنت 4، اللي بين الميدل والرايت سيجمنت 8، اللي بعد الرايت سيجمنت 7. ونلاحظ ان الاي في سي هنا جوه الليفر لازق في سيجمنت 7، اول ما الاي في سي يسيب الليفر زي هنا كده يبقى دي بقت سيجمنت 6. والسيجمنت اللي من الليفر اللي قدام الاي في سي هي الكوديت او سيجمنت 1. هنشوف بقى الناحيه الثانيه سيجمنت 3، عرفنا منين ان البورتال فين او الهايلان بدا يبان، اول ما بدا يبان يبقى نفس المكان اللي كان في سيجمنت 2 بقى هو سيجمنت 3، ونفس المكان اللي كان في سيجمنت 4 بي بقى هو 4 اي سوري بقى هو 4 بي، واللي كان في 8 بقى 5. هي طبعا 5 بتبان اكتر لما يكون في جول بلادر، بس انا مش عارف الكاتس دي ليه مش باين فيها جول بلادر، هل عندك كان عامل كولستكتومي او كده مش متاكد بصراحه. وسيجمنت 6 اللي بانت بعد ما الاي في سي ما عادش لازق في الليفر، ده الاي في سي اهو، ومع شايفين بقى في مسافه بينه وبين الليفر، يبقى دي اقول على طول عليها سيجمنت 6 اللي هي اخر جزء من الليفر. يبقى لما كانت لازقه في الاي في سي لازقه في الليفر كان اسمها سيجمنت 7، تحت كده اسمها سيجمنت 6. هنحاول بقى نشوف سي تي زي ما احنا بنشوفه في الطبيعه، يعني ده من حاله عندنا في المستشفى. الكاتس بادئه من اول هنا، ادي اول كات في الفيز اللي هي دي كانت فيز قبليها مورتال فيزكس تي، دي الارتريال فيز وعرفناها ان الهارت والاورطة مليانين داي ولونهم ابيض. اول جزء بان هنا هو ده سيجمنت 8، اول جزء الدوم بتاع الليفر. هنا بدا يبان بقى ليفت لوب اناتوميكال ورايت لوب، فممكن تعتبر ده سيجمنت 2، سيجمنت 2 هنا وده سيجمنت 8 وبينهم سيجمنت 4. نمشي شويه قدام كده مع الكاتس بتاعتنا، برضه يبقى ده سيجمنت 2 زي ما احنا، دي 4 رافلي ودي 8. الحقيقه هو الصور مش واضحه قوي، بس مثلا صوره زي دي باين فيها الاي في سي كويس جدا اهو، نحاول نعلمه ده الاي في سي. زي ما شفنا ده الاي في سي وباين هنا جوه الليفر اهوت، يبقى كده دي سيجمنت 7 ودي سيجمنت 1 اللي قصاد الاي في سي في الجزء ده. لو كملنا برضو الاي في سي نفس المكان اهو، برضو يبقى دي لسه سيجمنت 7 وسيجمنت 8، وهنا الليفت لوب لسه البورتال فين يا دوبك بادئ يبان هنا، ده الليفت بورتال فين. يبقى ممكن نبدا نقول ان دي تبقى سيجمنت 3 مش 2، لغايه هنا سيجمنت 2، نبدا هنا نبقى سيجمنت 3. نكمل الكاتس هنا، وضحت خالص بقى ان ده سيجمنت 3 كل دي اللي هي الاناتوميكال ليفت لوب، لان هنا البورتال فين في المنطقه دي. هنا دي جول بلادر، يبقى اللي هنا دي ما عادتش سيجمنت، ده البورتال بالنسبه يعني اللي هنا دي جول بلادر دي ما عادتش سيجمنت 8، بقت كده سيجمنت 5. بس سيجمنت 6 لسه ما بنتش لان ده لسه الاي في سي لسه جوه الليفر. هنا نفس الوضع الاي في سي لسه جوه الليفر. نجيب بقى كاتس تحت شويه، بانت اكتر هنا الجول بلادر، الاي في سي لسه هنا. يمكن هنا نجيب اول كات، دي اول كات الاي في سي فيها بعت فعلا عن الليفر اهو، نقدر نشوف مفصول خالص عن الليفر. يبقى دي كده نقدر نقول ان دي سيجمنت 6 كل المساحه ده، وتكملتها بقى لغايه تحت كلها سيجمنت 6. طبعا هنا نقدر نقول ان دي كلها سيجمنت 5، الجول بلادر فصه، فاضل حته صغيره جدا من سيجمنت 3 وحته صغيره جدا من سيجمنت 4 بي. نكمل تحت لسه ممكن نسمي دي سيجمنت 5، سيجمنت 6، سيجمنت 5 برضه،
الجول بلادر بدأت تخلص أو تنفصل عن الليفر، يبقى دي سيجمنت.